السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الغالين. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على البسطين والطبق. فكرة بسيطة جدا وإن شاء الله هنشوفها مع بعض، بس حبيت أوريكم الشكل البدائي للعمل قبل الشغل عليه. يعني ممكن لما يكون عندنا أي فازة سادة ممكن إزاي نشتغل عليها ونزينها بفن الديكوباج الجميل الرائع اللي هو السهل الممتنع البسيط، اللي ممكن بنعمل حاجات كتير جدا ونزين بيه حاجات كتير جدا. فمعايا إن شاء الله خطوة خطوة وهنشتغل في العمل مع بعضينا إن شاء الله. كده بقى نبتدي مع بعض الشغل على الفازة الأول. هوريكم طبعا الفازة اهي، هبتدي عليها. هنا عندي وردة كبيرة، دي اللي هستخدمها على الطبق، هستخدمها على الطبق ان شاء الله بالشكل ده، ونفس الوردة بس بشكل صغير بتصوير المقاس اصغر عشان استخدمها على الطبق. انا عملت منهم اتنين بالشكل ده، واحدة قصيتها والتانية لسه عشان اوريكم قد ايه هي في الورقة. واللي بيسألوني على الصور ان شاء الله هحطهم في الموضوع معايا في منتديات ورد للفنون، هحط لكم اللينك بتاع الموضوع في صندوق الشرح بتاع الفيديو. عندي الوردة اهي، علشان انا هلزقها ومش عايزة ادهنها وش ورنيش عشان ما جيش بالورنيش على الفازة، دهنت الوردة قبل ما اقصها اهي بالشكل ده، باين قوي طبقة الورنيش اهي على الصورة قبل ما اقصها، تمام. وبعد كده قصتها بالشكل ده، هاجي على الفازة هلزقها في الجزئية اللي هي التلت الأخير بتاع الفازة علشان يبقى الشكل باين معايا، وهوريكم هلزقها ازاي. الفازة التانية عملت اهي، هلزقها بالشكل ده، والقلم اللي انا رسماه حوالين الصورة في الفازة كده بشكل حلزوني كده، بحيث ان انا هستخدم معايا ايه، معجون حوائط مع غيرة، وضيفاله لون خفيف قوي جراي مش باين يعني، بس هيبان لما احطه. ادي الغيرة اللي بستخدمه، تمام اوكي اهو. ادي المعجون اللي بستخدمه، معجون لاتكس من سايبس، ده من عند الموان، هما الاتنين دول من محلات البويات. اضفت على قد ما هحتاج، شايفين السمك بتاع المعجون مع الغيرة، قلبتهم كويس قوي علشان ادمج الخليط مع بعض وابتدي اشتغل. انا هشتغل قبل ما الزق الورقه علشان الورقه بتاعتي ما يجيش عليها معجون، وهشتغل على الخط اللي انا يعني الخط وبراه مش جواه، براه. هدق بالمدق، دي مش فرشه، ده مدق جايباه من عند المكتبه برضو بالشكل ده. انا مش عايزة الوان، انا عايزة شكل الفازة برضو تبقى باينة، مش عايزة اغطيها، ولكن في نفس الوقت مش عايزاها سادة، عايزة اعمل عليها شغل يبقى انا اللي عاملاه، بمعنى اني مش لازم ان انا اشتريت فازة سادة انا شكلها عجبني اوكي اشتريتها، ولكن مش شرط ان انا اخليها بنفس الشكل عندي في البيت، لا انا ممكن اضيف لها اضافة، واضافة بسيطة ما تضيعليش جمال الشكل بتاعها.
طبعا انا هعمل نفس العملية دي في الفستين، واكيد هسيبهم ينشفوا قبل ما اشتغل عليها، قبل ما الون الورقة قصدي المعجون الخفيف ده، احط خفيف قوي لون. شايفين الدق بتاعي بيدي تأثير ازاي؟ باين كده. طبعا كل ما بدق بيديني تأثير الفرشة. وممكن برضو اللي ما عندوش مدق يشتغل يدق بالسفنجة. كده انا دخل في المفرش. اطلع على خفيف قوي كده. طبعا اراعي بقى الشغل بتاعي ما يلمس الارضية بتاعتي علشان اشتغل صح. فهخلصها واوريها لكم عشان هشتغل عليها وهي واقفة كده، علشان كده طبعا جي على المفرش. هخلص ونوريها اوريها لكم. كده بعد ما عملته المعجون حوالين الفازة ونشف خلاص، ابتدي الونه. هلونه باللون اللؤلؤي اللي هو الابيض اللؤلؤي من عند الموان. على خفيف كده هنطور اللون على المعجون بس بالشكل ده. طبعا انا معليش العلبة عندي خلصت، بس هوريكم اللون اهو. ده ابيض لؤلؤي خلاص اهو من عند الموان. يعني ابيض بس بيسيب لمعة خفيفة. بالشكل ده. بعد ما اخلص هلزق الوردة كده. ده هنتهى عليها كلها. يجي طبعا اخذت لون وعاملة على الفوهة بتاعت الفازة. وبعدين ابتدي الزق الصورة نفسها بقى، الرسمة نفسها. انا هدهن عليها من الظهر بالورنيش بتاعي علشان برضو معملش مساحة حوالين الورق. والزقها عادي خالص. وزي ما قلت لكم انا دهنة الورقة قبل بالرولة كده بس عشان تثبت، اضمن ثبات الصورة.
بس كده خلاص. مش محتاجه ان انا ادهن ورنيش تاني، لاني اوريدي انا في البدايه دهنت الورق قبل ما الزق وقبل ما اقص. كده شكل الفازه، ادي واحده وادي التانية، عامله كده الرسمه من الناحيه دي كده، والتانية عكسها شويه. وادي الطبق. خليت الرسمة الموجودة اصلا في الطبق تظهر من بين الورق الاخضر عشان تساعدني في التصميم اللي انا عامله. يبقى انا كده خلصت طبق من يعني من حاجة بسيطة جدا، طبق في المطبخ او طبق من عند المحلات اللي بتبيع ادوات المطبخية بتاعت المطبخ. ادي جبت طبق والفستين سادة خالص وانا زينتهم. دلوقتي هوريكم الشكل النهائي للعمل مع بعض. كده وصلنا للشكل النهائي للعمل، الفستين وبينهم الطبق بالورد. طبعا زي ما قلت لكم الورد اللي في النص اكبر من اللي على الفاز. اتمنى فكرة النهاردة تعجبكم والطقم يكون حلو. انا بالنسبة لي عجبني اللون عشان انا بحب اللون الفوشي قوي. اتمنى يعجبكم، والى اللقاء في افكار جديدة ان شاء الله، وانتظروني قريبا باذن الله. سلام.